اللهم اغفر له وارحمه. شهر يناير 2021 نودع شهيد الواجب بإذن الله الرقم 17219 عميد خالد محمد إبراهيم حنقة التابع إلى إدارة الهندسة العسكرية، وهو أحد أبطال هذه الإدارة الذين يصارعون فتيل الموت في جنوب العاصمة، وإثناء أداء واجبه انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر انفجار لغم. والشهيد بإذن الله حاصل على نوط الواجب ونوط التدريب ونوط الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة. كان متفانيا في عمله، مخلصا في أداء واجباته، شارك في إماطة الأذى عن بيوت الآمنين بعد عملية فجر ليبيا، كما شارك في عملية بنيان المرصوص ضد الدواعش، ولا زال مستمر في عمله دون كلل أو ملل إلى حين استشهاده. إن الجيش الحقيقي هو من يبعد الأذى عن بيوت الآمنين، وليس الجيش الذي يزرع الموت في بيوت الآمنين. رحم الله شهيدنا والشفاء لجرحانا. إنا لله وإنا إليه راجعون. خلاص.